بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والمحبة. مشاهدينا الأحبة، أهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد والرحلة المتجددة من برنامجكم من عمان. مع بداية أسبوع جديد نتمنى بإذن الله يكون حافل بالجد والعطاء والعمل والبناء لخدمة عمان في مختلف مواقع العمل. حياكم معنا مشاهدينا، تحية إلى كل القلوب التي لا تسهو عن حب الوطن، التي تعشق الوطن ولا تلو جهدا في خدمة عمان والارتقاء بشأنها في مختلف المجالات. حياكم معنا مشاهدينا، وحضرنا لكم في حلقة اليوم مجموعة من المحطات، كل أمنياتنا أنكم تقضوا برفقتنا مشوار طيب وجميل. فاصل قصير مشاهدينا وراجعين لكم مع أولى المحطات. حياكم مشاهدينا من جديد، وتحية لكل الأحبة اللي انضموا إلينا حتى يتابعونا الآن عبر هذه المحطات وهذه اللقاءات من برنامجكم من عمان. تحية لكل أبناء عمان الذين خدموا عمان بكل جد واجتهاد، جعلوا عمان في عيونهم حتى تكون عمان كما أرادها جلالة السلطان المعظم، سباقة في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة. الآن مشاهدينا على الهواء مباشرة ننتقل معكم إلى صلالة، حيث تكريم الموظفية الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ممن قضوا خدمة طويلة، أكثر من 150 موظفا من أبناء ظفار في العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون يكرمون الآن في حفل بهيج تحت رعاية معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. تفاصيل أكثر عن هذه الاحتفائية وتحية لكل أولئك العاملين والمكرمين، نتواصل الآن مباشرة مع الزميل محمد السليمي حتى ينقل لنا هذه الفرحة الجميلة، والتي تأتي طبعا يعني مناسبة مع الاحتفالات بالعيد الوطني 43 المجيد. مساء الخير محمد، تحية لك ونبارك لكل الشباب ولكل المكرمين هناك في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمحافظة ظفار. مساء الخير راشد، وتحية لك وتحية لكل مشاهدي برنامج من عمان من هنا من قلب الحدث. كما تشاهدون طبعا نحن الآن طبعا في خضم احتفال الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بتكريم موظفي الهيئة القدامى الذين أمضوا 20 سنة فأكثر من طبعا عمرهم في خدمة هذه المؤسسة الإعلامية. جميل، تفضل محمد الكلمة لك حتى تنقل لنا تفاصيل هذه الاحتفالية أكبر، كيف تنقل لنا مستوى الفرحة التي أيضا يحتفي بها المكرمون لمن يلتفت إليهم ويلتفت لإنجازاتهم. أكيد مثل ما هو معروف راشد، يعني الرسالة الإعلامية رسالة جدا مهمة في الداخل والخارج، سواء من خلال الإذاعة وأيضا من خلال التلفزيون. طبعا هذه الرسالة على مدى السنوات الماضية كانت هنالك مجموعة من الجهود تقف وراء إرسال هذه الرسالة بعدة أشكال مختلفة، ومجموعة طبعا من الأعمال العمانية المختلفة التي قدمها الإعلاميون العاملين في الإذاعة والتلفزيون. اليوم يتم تكريم هؤلاء الإعلاميين الذين أمضوا سنوات خدمة طويلة بهدف يعني طبعا تقديم الشكر ثم الشكر ثم الشكر لهؤلاء الإعلاميين على عطائهم المتواصل منذ طبعا افتتاح الإذاعة وأيضا التلفزيون وأيضا تواصلهم خلال السنوات سنوات الخدمة. الحفل اليوم اشتمل على مجموعة من الفقرات، طبعا الحفل اشتمل على كلمة لمعالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون راعي هذه المناسبة، وأيضا اشتمل على كلمة
للمكرمين ألقاها نيابة عنهم المذيع المعروف غانم الدعن عاشور، وهم من المذيعين القدامى في إذاعة سلطنة عمان. الآن وفي هذه اللحظة هنالك استمرارية في تكريم القدامى، وأيضا كان هنالك لفتة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في تكريم أسر المتوفين الذين توفتهم ألمانية، وهم على رأس عملهم منذ إنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عام 2010 وحتى الآن. إحنا مشاهدين هكذا راح نوقف وقفة أو مجموعة من الوقفات للتعرف على طبعا انطباعات أيضا الذين تم تكريمهم في هذا اليوم، وأيضا ونحن أيضا متواصلين في استمرارية التكريم. طبعا إحنا معنا طبعا الأخ محمد بن عقيل حسن البعمر، طبعا هو أحد المكرمين. طبعا احنا ما بغينا نكبرك بس الله يعطيك الصحه والعافيه. حياك الله ويا اهلا وسهلا، وكل سنه وانتم طيبين وكل عام وانتم طيبين بهذه المناسبه. الحمد لله نشكر الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون، ونشكر الهيئه على هذا التكريم وعلى احفاظ الشباب بهذا التكريم وكرمهم بهذا الاخوان اللي طالوا في السنين العمل وكذا، ونشكركم جميعا على هذا. طيب يعني اذا كان من كلمه ممكن توجهها عبر هذه الشاشه عبر برنامج من عمان للشباب اللي الان توظفوا واللي صار لهم سنوات، يعني من ابو بكر سالم الغساني نوجه كلمه ان الشباب يجهدوا واجتهد في العمل ويعطوا ان شاء الله اعطاء خير وبركه. يعطيك العافيه محمد. طبعا هكذا مشاهدينا هنالك في تواصل مستمر. طبعا معنا الاستاذ سعيد مطيع اليافعي رئيس قسم الاخبار بتلفزيون سلطنة عمان. طبعا هو من الجنود المجهوله واللي له دور كبير طبعا يعني من زمان. يعني احنا ما بغينا نكبرك سعيد، بس كم سنه الحين حتى الحين صار لك؟ تقريبا 38 سنه. 38 سنه يعني ما شاء الله زدت على 30. نعم. كلمنا عن هذه الاحتفاليه وايضا انطباعاتكم عن هذه الاحتفاليه في هذا اليوم. نحن التحقنا بالعمل وكنا في ثاني اعدادي في المدارس، يعني بعدكم صغار. صغار لانه كنا ندرس الصباح ونعمل بالمساء. واحتفالية اليوم هي يعني ما ينقصنا إلا زملائنا اللي قدر رحلوا الله يرحمهم، يعني سواء بالممات أو في الحياة يفترض أنهم يدعون لهذه المناسبة، لأنه يعني هذا الصرح ما قام إلا على أكتافنا جميعا، يعني من وزير إلى فراش بقي على رأس العمل أو خارجه. فالتكريم نحن نهدي تكريمنا لهم، ويعني هذا لفتة إنسانية نشكر عليها القائمين عليها واللي أتوا بها. يعطيك الصحة والعافية يا أبو فراس. شكرا. وطبعا احنا ما نستغنى عن خبراتكم أكيد على طول. العمل متواصل للجميع، ونحن احتفال اليوم كأنه إشارة إلى أنه لما تسلم كتيبة الراية للكتيبة القادمة، فنحن نهيئ أنفسنا لتسليمكم الراية. أكيد وفيكم الخير والبركة. يعطيك العافية. طبعا ومعنا أيضا قامة من قامات الإعلام، طبعا وجه معروف بالنسبة لكل سواء المستمعين في إذاعة سلطنة عمان أو أيضا المشاهدين عبر تلفزيون سلطنة عمان. الأستاذ سعود الخالدي يعطيك الصحة والعافية، وماذا يمكن أن يقال في مثل هذا اليوم؟ القول في هذا اليوم هو قول تقليدي، الحمد قبل كل شيء لله، وأيضا الشكر لمن قام بهذا العمل. الجميل في هذه الأمسية ليس هو التكريم، لأنه صاحب الجلالة قد كرم الشعب العماني منذ عام 70، ولا زلنا نعيش هذا التكريم وهذه العزة وهذا الشرف، وإنما هذا هو احتفاء والتقاء بين القيادات الإعلامية صغيرها وكبيرها على مختلف يعني أدوارها في العمل الإعلامي الإذاعي أو التلفزيوني. يكفي أن يكون هذا الالتقاء لقاء الأخوة والمحبة والتآلف والأنس أكثر من أن نحمل شهادة وأن نحمل تكريما معينا. فالتكريم هو الإحساس بالآخر وتقدير الآخر والتواصل مع بعضنا البعض من أعلى إلى أدنى. فتحياتي للقائمين على هذا اللقاء وهذا الاحتفاء بالإعلاميين. شكرا شكرا. طبعا مثل ما نشوف مشاهدينا الآن يتم عرض فيلم وثائقي عن طبعا الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في هذه الوقفة. مثل ما نشوف طبعا بعدها راح يتم ايضا استمرار التكريم. احنا هكذا يعني من ضمن القطاعات المهمه قطاع الهندسه، ومعنا مبخوت مبخوت يعطيك الصحه والعافيه باشمهندس. وطبعا احنا نرحب فيكم في هذا في هذه المناسبه، واكيد يعني لابد هكذا من وقفه تكون لقطاع الهندسه، خاصه انه قطاع الهندسه واحد من القطاعات المهمه، واللي طبعا الاذاعه والتلفزيون ما يمكن ان تستمر بدون طبعا بدون الهندسه. هذا يمكن ان تقول في مثل هذا اليوم الى مجتمع. والله فاجئت انتم اول شيء، ثانيا صراحه هذه لفته كريمه من معاليه يعني لارتقاء الاعلام والماده الاعلاميه، وهذا شرف لنا يعني صراحه بالتكريم هذا. شكرا
شكرا لك. جزاكم الله خير. هكذا طبعا مشاهدينا يعني مجموعه من الوقفات المستمره، طبعا اذا سنح لنا الوقت ايضا ستكون لنا وقفات ان شاء الله يا اخرى. وطبعا الحفل مستمر والتكريم مستمر، وطبعا شكر يوجه لاداره الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون المتمثله في معالي الرئيس رئيس الهيئه وايضا سعاده نائب الرئيس في هذه اللفته الكريمه. تكريم اليوم هنا في محافظه ظفار لتكريم الموظفين القدامى في الاذاعه والتلفزيون في صلاله. الاسبوع القادم بالخامس عشر من الشهر طبعا من نفس الشهر سيتم تكريم ايضا زملائنا هناك في مسقط يوم الاحد القادم ان شاء الله في فندق قصر البستان. لنا نتواصل معكم مشاهدينا في فقرات برنامج من عمان، واليك اخي راشد. شكرا لك يا محمد، ونبارك ايضا لكل المكرمين الذين شملهم اليوم التكريم بهذه اللفته الجميله من الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون. كان هذا النقل مباشره من فندق كراون بلازا بصلاله. مشاهدينا حتى نشارك فرحة المكرمين من أبناء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون هناك أيضا تكريم آخر للعاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من محافظة مسقط، وتستمر هذه اللفتات الجميلة تعبيرا عن الشكر لأولئك الذين عملوا وجدوا واجتهدوا لخدمة عمان. الأسبوع القادم سيتم تكريم العاملين للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في مقر محافظة مسقط لكل محافظات السلطنة العاملين من أبناء محافظات السلطنة في محافظة مسقط. وأكيد مشاهدينا سنكون متابعين لهذه الاحتفائية الجميلة. ما زالت معنا مجموعة من التفاصيل مشاهدينا، مجموعة من اللقاءات، مجموعة من التقارير، نتابع إن شاء الله تفاصيلها بعد هذا الفاصل. زمان اختلف الأخين تويكس ففصلوا إنتاجهم عن بعض، وكل واحد فيهم حب يعمل أحلى صباع شوكولاتة. بس اللي حصل إنه اللي على اليمين حط كراميل على البسكوت، وبالصدفة اللي على الشمال برضو حط كراميل على البسكوت. اللي على اليمين غرق الصباع في الشوكولاتة، واللي على الشمال برضو عمل كده. في الآخر الصباعين طلعوا زي بعض بالظبط، بس كل أخ لسه مقتنع إن تويكس بتاعه أحلى. تويكس، كل صباع أحلى من التاني. تفاصيل المهمة. المهمة خمسة: قم بتحميل فيديو أو صورة لك وأنت تحمل أكبر عدد ممكن من عبوات ماونتن ديو. نفذ مهمة ديوكرو الآن عن طريق ديوكرو أريبيا.com واجمع النقاط لفرصة ربح جوائز قيمة. ماونتن ديو، قوي قلبك. مذاق تذوبين بحلاوته ويفتح عينيك على تلفك بالحرير وتبهرك كل مرة أكثر بكثير. جالكسي، عندما تعشق الشوكولاتة. تفاصيل المهمة. المهمة خمسة: قم بتحميل فيديو أو صورة لك وأنت تحمل أكبر عدد ممكن من عبوات ماونتن ديو. نفذ مهمة ديوكرو الآن عن طريق ديوكرو أريبيا.com واجمع النقاط لفرصة ربح جوائز قيمة. ماونتن ديو، قوي قلبك. ها، نولعها ونلعب بالجوكر؟ ايه رأيكم الجوكر هو اللي هيلعب بيكو؟ معايا ورق؟ نار! هيولع اللعبة وهيولع الجو وهيولع فيكو كمان! مات، خد لك سنيكرز. ليه؟ انت كل ما بتجوع بتتجنن. أحسن؟ أحسن. أنت مش أنت وأنت جعان. سنيكرز ما توقفش. ما توزع تاني.
حياكم مشاهدينا من جديد، متواصلين معكم عبر هذه التغطية المسائية في برنامجكم من عمان، وهذه المرة للحديث عن تطوير مشروع المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة التي تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات للعاملين في القطاع التجاري في القطاع الصناعي والمستثمرين، طبعا تزامنا مع فتح السلطنة لآفاق الاستثمار الخارجي. تم توقيع هذه الاتفاقية مع شركة رائدة في مجال تطوير الخدمات، وهذه المرة إلكترونيا من خلال شركة نورتال بجمهورية أستونيا، اللي حققت إنجازات كثيرة في مجال تقديم الخدمات، شفافية أيضا تقديم هذه الخدمات عن طريق المجال الإلكتروني. تفاصيل أكثر عن تطوير هذا المشروع، ماذا سيقدم من خدمات إضافية، أيضا يأتي يعني انطلاقا من اهتمام جلالة السلطان بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تفاصيل هذا التطوير بشكل أكبر من خلال تواصلنا مع سعادة أحمد بن حسن الذيب عمر وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة. مساك الله بخير سعادتك، سعيدين جدا بوجودك معنا. مساء الخير راشد، الله يسلمك يا رب. سعادتك، يعني حتى في البداية نعطي نبذة للمشاهد حول مشروع المحطة الواحدة قبل أن نتكلم عن تطويرها، ما هي الخدمات الحالية اللي تقدمها المحطة الواحدة قبل أن توقعوا اليوم صباح اليوم يعني توقيع اتفاقية تطويرها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية المحطة الواحدة مرت بعدة مراحل. نعم، المرحلة الأولى بدأت بتطبيق أعمال المحطة الواحدة في سنة 2006. هذه المرحلة كانت عبارة عن تحول من الأعمال الورقية إلى الأعمال الإلكترونية المتكاملة. جميل. ولذلك وكان هناك مجموعة من الخدمات تقدم عن طريق استقبال المعاملات الإلكترونية داخل وزارة التجارة والصناعة وداخل المحطة الواحدة التي كان يوجد بها 5 جهات حكومية بالإضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عمان. ومن ثم جاءت المرحلة الثانية والتي تم إضافة مجموعة من الخدمات الأخرى، 6 خدمات جديدة إلى المحطة الواحدة، وكذلك أيضا تبني تقنيات جديدة لأعمال المحطة الواحدة في هذا الجانب. حاليا طبعا هذه المرحلة وتعتبر المرحلة الأكبر والأهم، وهي متزامنة مع التحول الإلكتروني طبعا الذي تطبقه هيئة تقنية المعلومات حول تحول الأجهزة الحكومية والجهات الحكومية إلى استخدام التقنية في معاملاتهم في إنهاء معاملاتهم. جميل. فهذه المرحلة طبعا المرحلة الثالثة التي نعول عليها الكثير، سوف تقوم بتسهيل وتقديم كثير من الخدمات على المستثمرين بشتى أنواعهم وشتى أنواعهم. حتى يعني الآن كلنا ننتظر عمان الرقمية وماذا ستسفر عنا من تسهيل الخدمات، تسهيل الوقت والجهد للمستفيدين من هذه الخدمات. طيب سعدك، الآن الاتفاقية على ماذا نصت اليوم؟ ما هي أهم بنودها؟ ما هي المشاريع التي ستحتوي عليها إن شاء الله؟ طبعا الاتفاقية هي مدتها 24 شهر تنتهي مع نهاية 2015. طبعا الاتفاقية تنص على تطوير المحطة الواحدة الحالية، زيادة خدمات تجارية. هذه الخدمات تتنوع إن كانت خدمات صناعية أو تجارية أو خدمية للمستثمرين. المؤمل من هذه طبعا الاتفاقية والمحطة الواحدة بشكل عام، نعم، هو تسهيل الإجراءات وسرعة البت في تنفيذ التراخيص التجارية أو الصناعية أو التعدينية أو الأخرى، يعني الخدمية الأخرى، بسرعة للمستثمر، تسهيل هذه الإجراءات فيما يتعلق بالمستثمر. أيضا من أهدافها أنه تسهل حتى على الموظف الحكومي في تنفيذ أعماله بسرعة ويسر، وأيضا تكون ذات فاعلية. هذه أيضا سوف تكون للحكومة أيضا منطقة جذب لاستثمارات أجنبية. طبعا المحطة الواحدة الحالية مثل ما ذكرت فيها 5 جهات حكومية بالإضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عمان، مع المؤمل إن شاء الله مع نهاية المشروع راح تكون معنا 8 جهات حكومية تدخل في المشروع زائد غرفة تجارة وصناعة عمان. نعم. طيب سعادتك، يعني أيضا قبل فترة شهدنا توقيع اتفاقية أيضا مع مكاتب سمت حتى تقدم مجموعة من الخدمات إلكترونية. الآن كما نعرف أن عند رغبة أي شخص بتنظيم نشاط تجاري يحتاج تنسيق مع أكثر من جهة، فإلى أي درجة أنتم وضعتم في الاعتبار هذا الموضوع حتى يسهل على المواطن على المستفيد من الخدمة ألا يعني ينتقل من جهة إلى جهة أخرى في عملية التنسيق أيضا؟ نعم طبعا، نحن قبل طرح هذه المناقصة كان هناك أيضا قبلها أعمال أخرى استشارية قامت فيها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى، وقمنا بحصر كل هذه الخدمات التي تتعلق بإنهاء إجراءات المستثمرين. نعم. وأيضا الجهات الحكومية التي لها علاقة بها، مثل ما ذكرنا كانت 5 جهات الآن صار 8 جهات حكومية بالإضافة إلى الغرفة.
فلذلك هناك كثير من الخدمات سوف تنجز إن شاء الله في محطة واحدة، في نافذة واحدة التي هي نافذة المحطة الواحدة. الشيء الجديد وإن شاء الله مع نهاية هذا المشروع أنه 70% من الخدمات التي سوف تقدم عبر هذه النافذة سوف تنجز من خلال ما يسمى بالأونلاين أو المباشر. جميل. سوف يعني النظام بنفسه يتعرف على الطلب ومن ثم يقوم بالتحقق من الطلب والرد على المستثمر إلكترونيا بدون الرجوع إلى الوزارة، بدون حتى ما يذهب إلى الوزارة، حتى الدفع سوف يكون إلكترونيا. فلذلك المستثمر هو في بيته وهو أمام الجهاز الكمبيوتر ممكن أن يأتي ويتقدم في أي مكان في العالم. فعندنا خدمة إما بجهاز الكمبيوتر أو جهاز استخدام مكاتب سند مثل ما ذكرت ممكن الاستعانة فيهم، أو حتى باستخدام الهاتف إن كان الهاتف الثابت أو الهاتف المحمول إن شاء الله. جميل. طيب تم توقيع هذه الاتفاقية مع شركة نورتال بجمهورية أستونيا، هل هناك مجموعة من العروض قدمتها هذه الدولة حتى بالتالي تنال شركتها هذه الاتفاقية للتطوير؟ هو كان في مناقصة طبعا، نحن كوزارة التجارة بدأنا مع بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات أولا نتعرف على الدول التي لها باع فيما يتعلق بتقديم خدمة بالتقديم الخدمات التجارية بشكل سريع وسلس وسهل، وكان هناك زيارات أيضا لهذه البلدان، فوجدنا أن جمهورية أستونيا وأيضا جمهورية سنغافورة منها الدول التي تعتبر من الأوائل في هذا المجال، من الأوائل من حيث أيضا تصنيفهم العالمي، من حيث أيضا سرعة إنجاز المعاملات، ومن ثم طلبنا من الشركات في هذه الدول تقديم المناقصة وتقديم عروضها لتقديم هذه الخدمة. وكان الخيار على شركة من جمهورية أستونيا، لأنه أيضا أستونيا تعتبر الدولة التي حظيت على الرقم القياسي في إنجاز معاملات إلكترونيا، الدولة التي لها أيضا رائدة وحصلت على جوائز عدة على مستوى العالم في تقديم الخدمات الإلكترونية التجارية. نعم. فلذلك كان هذا الخيار. جميل. طيب سعادتك، يعني المستثمر يبحث عن وجهة تسهل له الخدمات، وأيضا كذلك الشاب الذي يود أن يستثمر في أي قطاع من القطاعات يبحث عن جهة تسهل له الخدمات، هذا الجانب الآن مسهل عن طريق هذه المحطة الواحدة، لكن إلى أي درجة أنتم نسقتم مع الجهات المعنية بالقطاع التقني حتى لا نشهد توقف في المستقبل لهذه الخدمة، لا نشهد يعني تأخير وكأننا يعني لم نفعل ذلك الجهد بالشكل الأكبر؟ هو في تنسيق كبير صراحة، ومن الملاحظ اليوم بتوقيع الاتفاقية كانت هيئة تقنية المعلومات هي القائد في هذا الشيء. جميل. التنسيق قائم، هيئة تقنية المعلومات هي اللي تبنت قضية المعامل التعامل الإلكتروني، قضية الأجهزة، قضية نوعية الأجهزة والنظام نفسه. فلذلك بين وزارة التجارة وهيئة تقنية المعلومات فيما يتعلق بالتقنية هذا التنسيق قائم، فيما يتعلق بالإجراءات والمعاملات التجارية والمعاملات الخدمية الأخرى أيضا هناك تنسيق بين الوزارات الأخرى، هناك فريق إشرافي من أصحاب السعادة الوكلاء. جميل. وهناك فريق أيضا مساند من قبل المدراء العموم وأيضا فريق فني، وهذه اجتماعات الفريق الفني تقريبا اجتماعاته شبه يومية وأسبوعية. جميل. الفريق الإشرافي كل أسبوعين، الفريق أيضا الإشرافي اللي هو مكون من أصحاب السعادة الوكلاء سوف تكون هناك اجتماعات شبه شهرية. جميل. طيب هذه البيانات التي يعني يدلي بها المستثمر أو يدلي بها من يود الاستفادة من هذه الخدمة أحيانا تكون سرية، تحتاج إلى مستوى عال أيضا من الشفافية عند المقارنة بين المستثمر ومستثمر آخر، إلى أي درجة عملتم على تأهيل الكوادر لديكم العاملين في المحطة حتى يستطيعوا التعامل مع هذا التطور مع هذه النقلة؟ هو طبعا من ناحية السرية أولا تأهيل النظام نفسه. نعم. وهذا النظام الذي سوف نعمل الآن على تطويره مع الشركة والتي وقعت اتفاقيته هذا اليوم هو نظام آمن ونظام يعطي الثقة لكل مستثمر بتسجيل طلباتهم عبر الشبكة العنكبوتية بكل يسر وأمان، أيضا هناك ثقة كبيرة في هذا النظام. طبعا موظفي الوزارة وموظفي الوزارات الأخرى سوف يتم عمل تدريب لهم. في وزارة التجارة تم إرسال مجموعة من الشباب إلى أستونيا نفسها. جميل. التعرف على النظام الموجود هناك، أرسلناهم أيضا إلى بعض الدول الأخرى لهم باع في تقنية المعلومات أيضا متخصصين في هذا الجانب، وسوف نقوم أيضا بتدريبهم. هناك أيضا أفراد من الوزارة ومن الوزارات الأخرى سوف يكونوا متفرغين للعمل في هذا المشروع مع الشركة من بداية المشروع إلى نهاية المشروع، وهناك أيضا وضعنا نظام وأيضا أسماء الفريق أو الشباب الذي سوف يعملوا مع هذه الشركة. طبعا المشروع عبارة عن 6 مراحل. جميل. كل مرحلة 4 أشهر،
فلذلك كل مرحلة سوف يكون معهم فريق متخصص من الشباب من وزارة التجارة والصناعة ومن الوزارات الأخرى. يعني سيتم تفعيل الخدمات بشكل واضح بداية 2016 أم من بداية 2006؟ لا هم مراحل يعني ممكن تفعيل بعضها قبل. يعني مثل ما ذكرنا هو 6 مراحل كل مرحلة 4 أشهر، بعد 4 أشهر سوف نفعل مجموعة من الخدمات أو الأعمال الأخرى. ولكن نهاية المشروع سوف يكون نهاية 2015 اكتماله، بحيث تقديمه المباشر عن طريق الإنترنت، بحيث ممكن استخدام أجهزة الهاتف المحمول أو الهاتف الثابت، أو من خلال استخدام مكاتب سند الخدمات الأخرى، أو حتى من المكاتب العامة والخاصة. طيب سعادتك، ماذا ترجو من هذه الاتفاقية، من هذا التطوير؟ اليوم لا نلتفت يمين ولا يسار إلا نلاحظ ما شاء الله هناك مشروع صناعي، مشروع تجاري كبير حتى على مستوى البنى الأساسية، مطارات، مواني، مناطق اقتصادية وصناعية تشهدها السلطنة. فماذا ترجو؟ كيف رسمتم الصورة حتى تواكب هذه المحطة كل هذا التطور الذي نشهده؟ هو طبعا المحطة الواحدة مثل ما ذكرت من 2006 من بداية عملها بدأت تشهد تحسن في تقديم الخدمات وسرعة في إنجاز الخدمات. جميل. يعني الإحصائيات التي لدى الوزارة حاليا 85% من المعاملات التي تم تقديمها في وزارة التجارة تنجز في نفس اليوم، وهذه بأرقام مشهود عليها وعندنا أرقام يعني في إحصائية بذلك. حاليا يعني في 2013 متوسط المعاملات التي تستلم من قبل وزارة التجارة والصناعة حوالي 1300 معاملة تنقص 85 فيها في نفس اليوم، والبقية خلال أسبوع أو بعدها تتطلب بعض الإجراءات الأخرى مثل الدراسات البيئية وما شابه ذلك، يأخذ فترة، وهذا معمول فيه في كثير من الدول. طيب. نتأمل إن شاء الله من المشروع الجديد أن يحسن الخدمة، يسهل على المستثمر في سرعة وسرعة أيضا في إنجاز المعاملة، أن يعطي سمعة طيبة للبلد، لسلطنة عمان، من حيث تسهيل الإجراءات للمستثمرين وتكون حافز لاستثمارات جديدة قادمة، وأيضا للشركات وأيضا للأفراد الموظفين أيضا سوف تساعدهم في أنه تكون معاملات سهلة وميسرة في إنجازها، وتكون فاعلية في إنجاز هذه المعاملات، ونوفر الوقت والجهد على الموظفين. نعم. وعلى أيضا الشركات والقطاع الخاص. هل وصل الحد إلى أنه مستثمر يقدم معاملة وتنجزه في نفس اليوم، مستثمر خارجي على حد علمك في المحطة الواحدة؟ نعم. مثل ما ذكرت يعني أنا عندي إحصائية التي أنجزت خلال 17 شهر حوالي 159 ألف معاملة، أنجز منها في نفس اليوم 136 ألف معاملة. جميل. وهذه أرقام وعندنا تقارير بذلك في المحطة الواحدة، والمؤمل إن شاء الله بعد مع انتهانا من هذا المشروع أن تكون الإنجاز وسرعة أكبر في هذا الجانب. جميل. يعني مع كل هذه الجهود المتكاملة ينظر الآن أو ينتظر الجهد من الشاب أن يبادر في أن يكون صاحب مشروع تجاري، أن يبادر لي أن يتبنى مؤسسة صغيرة ومتوسطة. نحن نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله سعادتك، ونشكرك على وجودك معنا سعادة أحمد بن حسن الذيبة عمر، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة. شكرا لك سعادتك الجزيرة. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. إذا متواصلين معكم مشاهدينا، ما زالت معنا مجموعة من المحطات، مجموعة من اللقاءات، نتابع إن شاء الله تفاصيلها في أمسية اليوم من برنامجكم من عمان بعد هذا الفاصل. تتواصل فعاليات مهرجان المسرح العماني الخامس في يومه الثالث لعرض فرقة الدن للثقافة والفن المسرحية بعرض بازار، وهو نصا مكتوبا باللهجة الشعبية الدارجة، وهذه ربما هي المرة الأولى التي تقدم فيها الفرقة وتحديدا في المهرجان عرضا بثيمة شعبية. يتحدث العرض عن خلاف مجتمعي ينشب من أجل الوصول إلى معرفة من حفر بئرا موجودا في القرية، والذي ما يزال سرا حتى هذه اللحظة، حيث تحتوي المسرحية على مزيج من الصراعات والأبعاد النفسية بين شخوص تسعى إلى تقديم رؤية عميقة ومغايرة للعلاقات الإنسانية المتلاقية وتلك المتنافرة أحياناً. وبعد الانتهاء من عرض بازار أقيمت الندوة التطبيقية، وشارك فيها علاء الجابر من دولة الكويت والإعلامي الكاتب أحمد الإزكي. حقيقة اليوم شاهدنا عرض رائع لمسرحية رائعة تحمل في بين طيات معاني كثيرة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى هؤلاء الشباب والشابات اللي قدموا هذا العرض المسرحي المتميز بحضور هذا الجمهور الكبير جدا، يعني في إطار هذه المسابقة الرائعة المتعلقة بالمسرح العماني، والتي من المؤكد أنها ستكون لها آثارها الإيجابية على مسيرة المسرح العماني وعلى أداء شبابنا وشاباتنا في هذا الوطن الغالي. كيف حد السكير ده الهس؟ كيف
كبيرة أي شيء ترعى. بعد الله الله ما تجيب ليتك يوم أنا ما يعقوب ليتك جيب ميقول وحسن غراميل خبيصة. هو المهرجان فرصة عشان نجتمع مع كل المسرحيين مثل ما نسميه عيد المسرحيين، فيمكن كان قبلنا عرض واحد فما جات الفرصة ان احنا نشوف العروض الثانية ونقيم، بس العرض اللي قبلنا يعني كان جميل جدا وكان من المتوقع انه يكون في منافسة شديدة، وهذا اللي احنا نطمح له ان احنا ننافس ونفوز بإذن الله. والجلسات التعقيبية كان جدا رائعة، ملاحظات جدا دقيقة، ملاحظات جدا قيمة، واتمنى ان في الجلسة التعقيبية اللي بتصير الحين نستفيد اكثر ونطور من نفسنا اكثر اذا قدمنا العرض مرة ثانية. إنما قدمه المهرجان وما يقدمه من تجارب كثيرة الأشكال والألوان ومتعددة الرؤى والمذاهب والمدارس والتنوع الثقافي المسرحي من الواقعي والتجريبي والفانتازي والكوميدي، دليل على نضج الحراك المسرحي من دورة إلى أخرى. حفيظ جعبوب، محافظة البريمي، لتلفزيون سلطنة عمان. حياكم مشاهدينا من جديد، متواصلين معكم في هذه الأمسية من برنامجكم من عمان مع مجموعة من الفعاليات نغطيها قدر الإمكان، نكون عيونكم اللي تشاهدوا من خلالها مختلف هذا الحراك والنشاط في مختلف مواقع البناء والعمل في عمان الخير. تواصلنا القادم مشاهدينا للحديث عن ورشة عمل راح تقام إن شاء الله في الفترة القادمة حول الاتجاهات الحديثة لواحات العلوم والتكنولوجيا، كيف نستطيع تطوير واحة المعرفة مسقط هذا الذراع التقني للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية من خلال مجموعة من التقنيات الجديدة، مجموعة من الأساليب الجديدة التي ينتهجها العالم في تطوير أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. راح نتعرف بشكل أكثر تفصيلي حول هذه الحلقة العلمية من خلال وجود خالد بن سليمان الصالحي، أخصائي تسويق للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية. مساء الخير خالد، سعيدين جدا بوجودك. مساء النور يا أهلا وسهلا. حياك الله خالد. في البداية حابين نتعرف على أهمية هذه الحلقة العمل، أين تأتي أهمية هذه الحلقة بالتحديد حول موضوع الاتجاهات الحديثة لواحات العلوم والتكنولوجيا؟ نعم، حلقة العمل إن شاء الله راح تكون حلقة دولية باستضافة خبراء ومتخصصين في هذا المجال، في مجال مناطق العلوم والتكنولوجيا طبعا، وستقام أيضا بالتعاون مع المؤسسة الدولية لمناطق العلوم والتكنولوجيا اللي هي الانترناشنال أسوسيشن فور ساينس باركس، تستمر لمدة يومين، تكون من تاريخ 11 إلى 12 هذا الأسبوع إن شاء الله. أهميتها طبعا من خلال التواصل مع واستضافة الخبراء والمختصين في هذا المجال، راح تركز على مجموعة من النقاط، منها طبعا التركيز على الاستراتيجيات القائمة عليها الواحات ومناطق العلوم في التكنولوجيا مختلف دول العالم طبعا، ومن ضمنها السلطنة كون واحة المعرفة مسقط هي من ضمن الأعضاء لدى هذه المنظمة الدولية. جميل. الآن هذه نحن بس لدينا واحة واحدة فقط لمفهوم يعني الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحاضنة لهذه الأعمال؟ واحة المعرفة مسقط ليست فقط حاضنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن أساساً أنشئت الواحة لاستضافة الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات طبعاً، سواء الشركات المحلية أو الشركات الدولية، وهدفها الأساسي هو إيجاد البيئة اللي تقوم عليها هذه الشركات وتوفير الخدمات الممكنة التي تسهل عملها طبعاً. جميل. طيب في الفترة الأخيرة يعني مع التطور التقني والتكنولوجي، هل شهدت الواحة مجموعة من الإضافات، مجموعة من التعديلات، خدمات جديدة تقدم لمن يشملهم خدمات الواحة؟
نعم بالطبع، واحة المعرفة في مسقط بدأت ببداية صغيرة أو انطلاقة بسيطة، استمرت هذا الانطلاقة حتى اليوم. اليوم معنا 4 مباني رئيسية تضم أكثر من 120 شركة طبعا. جميل. والعدد في تزايد، وكذلك أيضا الواحة نفسها واحة المعرفة مسقط في امتدادات جديدة إن شاء الله، وفي مباني قادمة في التوسعة القادمة إن شاء الله اللي راح تشهدها. طيب خالد، يعني هذه الحلقة حملت شعار دفع توجه واحات العلوم والتكنولوجيا، الآن ما دور هذه الواحات واحات العلوم والتكنولوجيا في دعم أي اقتصاد في أي دولة؟ كيف تسهم في رفض الاقتصاد الوطني لأي بلد؟ طبعا الواحات نفسها هذه لأنها توجد بيئة ومناسبة لمثل هذه الشركات، وخصوصا الشركات اللي نتكلم عنها إحنا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، البيئة هذه قد تكون ملائمة جدا أكثر داخل الواحة من خارج الواحة. فإحنا لو تكلمنا عن واحة المعرفة مسقط بشكل تحديدي، إنه الواحة ضم هذه الشركات الكثيرة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والواحة المعرفة مسقط من خلال إدارتها والكفاءة اللي تقدمها من خلال شبكات الاتصالات القوية، البنى التحتية، تجعل الشركات هذه راغبة أكثر في التوطين في الواحة. جميل. من خارج الواحة. طيب يعني في الفترة الأخيرة خالد شهدنا يعني إقبال كبير من الشباب في موضوع الابتكار، في موضوع البحث العلمي، الاختراعات، إلى أي درجة أيضا الواحة تقوم باحتضان هؤلاء الشباب، توجيه طاقاتهم، حتى التنسيق مع شركات القطاع الخاص حتى تتبنى هذه الأفكار وهذه الابتكارات؟ بالطبع، طبعا المؤسسة العامة للمناطق الصناعية معها مركز الابتكار الصناعي، هو اللي يهتم في مجال الابتكار في المجال الصناعي طبعا. ممتاز. الورشة العمل اللي راح تستضيفها الواحة في خلال هذا اليومين اللي هو 11 و12 من شهر ديسمبر، راح تركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفية دعمها من خلال واحات المعرفة أو من خلال مناطق العلوم والتكنولوجيا. طبعا مش فقط السلطنة اللي تشتغل على مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي، لكن معظم مناطق العلوم والتكنولوجيا في دول آسيا وأوروبا تشتغل على نفس الموضوع. فمن ضمن المحاور اللي راح تناقشها الورشة، المحور الأول راح يتكلم عن كيفية إيجاد البيئة الملائمة لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ممتاز. تنتقل بعد ذلك في نفس اليوم لورشة عمل ثانية، وراح نتكلم فيها عن بناء البنى الأساسية لواحات العلوم والتكنولوجيا، وراح يكون معنا متحدث طبعا من جمهورية إيران الدكتور محمود زين الدين، هو رئيس واحات العلوم والتكنولوجيا بأصفهان بإيران. اليوم الثاني راح يشمل أيضا ورشة عمل ثالثة، راح تتحدث عن الاستراتيجيات في مناطق العلوم والتكنولوجيا، وهذه راح يقدمها الدكتور عبد العزيز الدوسري رئيس تنفيذي لشركة وادي الرياض للتقنية بالمملكة العربية السعودية. طيب خالد، يعني الآن هذه الحلقة على مدى يومين فيها مجموعة كبيرة من المحاضرين من خارج السلطنة، كيف تستثمروا مثل هذه الحلقات العمل، مثل هذه المؤتمرات، أن تعرفوا بجوانب الاستثمار في السلطنة، ببيئة السلطنة الاستثمارية الواعدة أيضا؟ ما لا شك فيه طبعا أنه مثل هذه الملتقيات ومثل هذه الفعاليات الدولية تكون فرصة تسويقية كبيرة للسلطنة من خلال جذب الاستثمارات، التعريف بالخدمات الموجودة. فمثل هذه طبعا لها دور كبير ونعول عليها في الترويج للسلطنة من خلال جذب المستثمرين، من خلال ترويج الخدمات الموجودة حاليا، الطاقة الاستيعابية اللي ممكن ناخذها من خلال الورش. طيب يعني الاتجاهات الحديثة لواحات العلوم والتكنولوجيا، والعالم الآن يتطور حتى في ظرف ثانية واحدة، يتطور علميا، يتطور حتى في المجال الابتكاري والتقني، المشاريع القادمة اللي راح تتبناها إن شاء الله الواحة لحتى تكون مواكبة لهذا التطور على المستوى العالمي؟ يا رجل اليوم حتى في مدارسنا ما شاء الله ابتكارات يعني على مستوى كبير من الطلاب، فكيف تستطيع الواحة يعني على الأقل تكون مواكبة لهذا التطور؟ طبعا بما أن الواحة طبعا من ضمن أولوياتها والشغل اللي تشتغل عليه في مجال طبعا التكنولوجيا بشكل عام واستضافتها للشركات وتوفير البيئة المناسبة لهم، الواحة مستمرة طبعا في جذب مستثمرين في هذا القطاع، سواء مستثمرين محليين طبعا أو الاستثمارات الأجنبية، وإن شاء الله في خطط قادمة لجذب مثل هذه الاستثمارات وتوطينها طبعا. جميل. نحن نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في هذه الحلقة، وإن شاء الله يستفيد منها أكبر قدر ممكن من الشباب اللي ينضموا تحت لواء الواحة. نشكرك على وجودك معنا، أخصائي التسويق بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية خالد بن سليمان الصالحي، شكرا جزيلا لك يا خالد. شكرا لكم. مع السلامة.
متواصلين معكم مشاهدينا، ما زالت معنا مجموعة من اللقاءات، مجموعة من التقارير في حلقة اليوم. إن شاء الله قاضين برفقتنا مشوار طيب وجميل وممتع. فاصل قصير مشاهدينا وراجعين لكم مع متابعة جديدة. بعروض متنوعة للأزياء وتزين بعروض أخرى للحلي، وذلك من خلال فعاليات الملتقى والتي أقيمت بجمعية المرأة العمانية بالقرم. انقسمت الفعاليات إلى فترتين صباحية ومسائية، وتنوعت بين لوحة وطنية للأطفال وبين عرض مرئي عن مجمل أنشطة وفعاليات الجمعية التي قامت بها، وعرض سينمائي أمتع الحضور، وتجربة نجاح لمكفوفة عمانية حيث روت قصتها ونجاحها بالرغم من فقدانها لبصرها. وكان لأعذب الكلمات في حب الوطن وقائدها المفدى مجانا بالملتقى، وذلك بجلسة شعرية عبرت عن تلك المشاعر، وقدمت فرقة الثرية المسرحية مسرحية وطنية بعنوان في أرض الجود. كما خصص للأطفال مساحة لتقديم المسابقات الترفيهية، واختتم الملتقى بتقديم أوبريت إنشادي رافق الملتقى معرضا للمشاريع الصغيرة لعضوات الجمعية. وهو معرض استهلاكي احتوى معروضات متنوعة لمنتوجات مشاريع العضوات اللاتي يعملن في منازلهن. حياكم مشاهدينا من جديد، متواصلين معكم عبر هذه الأمسية من برنامجكم من عمان، وهذه المرة للحديث عن مسابقة السلامة المرورية اللي طبقت لأول مرة هذا العام 2013 بهدف تكريم مجموعة من مجالات المسابقة العاملين على ترسيخ مبدأ السلامة المرورية كمؤسسات كأفراد حتى على مستوى الولايات، حيث تم اليوم بمعهد السلامة المرورية التابع لشرطة عمان السلطانية تكريم الفائزين في مسابقة السلامة المرورية لهذا العام. فازت بالمركز الأول على مستوى الولايات ولاية بدية، وبينما حصلت على المركز الأول على مستوى المؤسسات الحكومية نقليات قوات السلطان المسلحة بوزارة الدفاع، وحصلت على المركز الأول في مجال القطاع الخاص شركة تنمية نفط عمان، وعلى مستوى الجمعيات الأهلية جاءت في المركز الأول موقع سبلة الظاهرة الإلكترونية، بينما حصلت على المركز الأول في المبادرات الفردية الدكتورة فخرية بنت خلفان اليحيائي. نبارك لكل الفائزين في مختلف مجالات المسابقة، كما نبارك لكل الذين تقدموا للتنافس في هذه الجائزة، وإن شاء الله تشكل هذه الجائزة ترسيخ لمستوى الوعي بشكل أكبر لمفهوم السلامة المرورية حتى نصل إلى مجتمع بإذن الله خال تماما من الحوادث. راح نحتفي بالفائزين في مجال أفضل ولاية وأيضا على مستوى المبادرات الفردية من خلال وجودهم معنا. بداية الرحب بالأستاذ ناصر بن سالم اليحمدي ممثل ولاية بدية الحاصلة على المركز الأول. مساء الخير أستاذ ناصر، نبارك لكم هذا الفوز أيضا. مساء النور، ونحيي مشاهديك، والتحية موصولة لشخصك الكريم أيضا. حياك الله. وأيضا مشاهدينا نرحب بالدكتورة فخرية بنت خلفان اليحيائية الحاصلة على المركز الأول في المبادرات الفردية. مساء الخير دكتورة، ومبروك على هذا الفوز. مساء النور، شكرا جزيلا. الله يسلمك يا رب. نبدأ معك أستاذ ناصر في البداية، يعني قبل أن نتكلم عن مضامين الفوز بشكل أكبر، حابين نتكلم عن مضامين هذه المسابقة. كيف تنظر إلى هذه المسابقة؟ ماذا تعني هذه المسابقة أن تنظم على مستوى ولايات السلطنة وترسخ هذا المفهوم؟ بداية حقيقة اتخذت لجنة السلامة المرورية بولاية بدية من النصح السامي الذي انطلق من
سيح المكارم بولاية صحار. هذا النصح المتمثل في أن يتخذ من المجالس العامة حديثا للحد من حوادث المرور. وبالفعل انطلقت اتخذت من هذا النصح الكريم السامي منطلق لتنفيذ الأهداف والبرامج التوعوية والفعاليات. نعم انطلقنا من المجالس العام في البداية فتكاتفت العزائم وانصهر جميع العاملين في لجنة السلامة المرورية بولاية بدية في بوتقة واحدة، وأدى كل شخص المسؤولية الملقاة على عاتقه بإتقان وتفان، فأثمرت جهودهم نجاحا باهرا وإنجازا مضيئا يضاف إلى صحائف الولاية المليئة بالإنجازات الناصعة. إذا نفذت هذا الدكتور هذه المسابقة وبنوتها حتى في المجالس العامة في لقاءاتكم الأهلية على مستوى يعني الأفراد وحتى كبار السن. بالفعل الانطلاق من النصح السامي طبعا الكريم اتخذنا هذه المنطلقات وهذه الفعاليات التوعوية. وأيضا لقد حمل يوم 11 نوفمبر الفائت البشرى لولاية بدية وأطلق اسمها مدويا في معرض السلامة المرورية الذي أقيم في مركز عمان الدولي للمعارض ليعلن حصولها على المركز الأول في مسابقة السلامة المرورية على مستوى ولايات السلطنة. جميل. لتحصد نبارك لكم إذا نتيجة مستاهلوا إن شاء الله كل هذا الفوز وهذا التكريم الجميل، وإن شاء الله تحتفي وأيضا بقية الولايات الأخرى هذا الإنجاز. ننتقل لك دكتورة ونتكلم عن أهمية هذه المسابقة، أن تنظم مسابقة، أن يرسل النداء إلى كل من على هذه الأرض الطيبة أن يشارك في ترسيخ مفهوم السلامة المرورية. طبعا الجميع باعتقادي قادر على المساهمة في الحد من قضية حوادث المرور، سواء كنا أفراد أو جهات أو مؤسسات أو قطاع خاص أو جمعيات، الكل لديه باع في الإسهام والعطاء في هذه القضية. بل بالعكس نحن جميعا مطالبون بأن نبذل ما بوسعنا كل على حسب تخصصه واهتمامه. طبعا الجمعيات الأهلية لها أدوار تختلف عن أدوار مؤسسات الحكومية، تختلف عن مبادرات الأفراد، ولكن إطلاق مسابقة السلامة المرورية أنا أعتقد هو حافز للجميع للتفكير، ربما تكون في حلول منطقية حتى لو كانت بعيدة المدى، لكن جميعنا قادرون على العطاء في حل القلق المجتمعي والحكومي على وجه الخصوص. فبالفعل انطلاق المسابقة للمرة الأولى أنا أعتقد هو بداية الانطلاقة الحقيقية لبلورة ولشحذ الهمم وإطلاق طاقات الشباب والتنافس الحقيقي في الأعوام القادمة لهذا النوع من المسابقة. طيب دكتورة أنت بأي مشروع شاركتي حتى بالتالي توجتي بهذا الفوز؟ طبعا أنا أتكلم من باب أنا شاركت فيما يخص اهتمامي ومجالي بقناعة تامة أن للمناهج التعليمية أو التربوية الموجهة قوة في التغيير والتأثير في الأجيال، باعتبار أننا نحن نخاطب فئة الشباب، فأنا انطلقت للشباب أنفسهم باقتراح وحدة تدريسية تضاف إلى المناهج التعليمية، تسهم هذه الوحدة في توعية الشباب وهم في مقاعد الدراسة، لأنه اللي صاير في الوقت الحالي أنه الشباب يعني ربما تعليمهم أو معرفتهم بالقوانين المرور وبإشارات المرور هي معرفة على عجالة. صحيح. ولكن لما نقدم لهم المعرفة العلمية المتخصصة في مقاعد الدراسة ونمتحنهم فيها ونشاركهم ما تقوم به الحوادث من مآسي ومشاكل وقضايا و يعني جميع يعني إشراكهم في الموضوع أو في القضية وهم في مقاعد الدراسة ربما يخرج أو باعتقادي أنه يخرج بعدة مسارات، سوف يكسبهم المعرفة العلمية بقواعد المرور، سوف يكسبهم التوجه المجتمعي بماذا يعني حوادث المرور، سوف يطلعهم على مآسي البلد، سوف يكسبهم أيضا ممارسة. أنا أتكلم عن يعني لما إحنا نطلق وحدة تدريسية تحمل مجموعة من الأهداف، أهداف معرفية
وأنا طبعاً حاولت أن أبلور هذه الأهداف، أهداف وجدانية وهي ما يشعر به المجتمع، وأهداف مهارية وهي ما يخص بالممارسة العملية، وبالتالي يعني مقترحي هو موجه للمناهج التعليمية وخدمتها. حتى ننتقل من مستوى المعرفة إلى مستوى الإدراك والوعي، حتى يكون هؤلاء الطلاب من مدارسهم يعني خير قدوة يعني لآبائهم ولقائدي هذه المركبات. طيب أستاذ ناصر، الآن ماذا قدمت ولاية بدية من مشروعات حتى يستفيد منها بقية الولايات ومن يتابعنا في هذا اللقاء؟ والله احنا حقيقة ولاية بدية اتخذت بداية المقولة اللي بتقول ان القيادة هي فن وذوق. صحيح. ويعتقد البعض خطأ بان القيادة هي مهارة. وولاية بدية ولجنة ولاية بدية اتخذت من هذا المفهوم، بخلاف هذا اتخذت بأن القيادة هي ثقافة وسلوك وأخلاق، ومراعاة قائد المركبة لقواعد المرور والسائقين على الطريق من حوله هو أعلى درجات الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الإنسان. من هنا ندرك بأن المسؤولية الملقاة على قائد المركبة هي مسؤولية جسيمة، لذا لا يمكن أن يمارسها إلا كل من يستطيع أن يكون على قدر هذه المسؤولية. طيب أستاذ ناصر، يعني نحن نعرف أنه ويمتلك فن التعامل مع الآخرين بحكمة خالية من الأنانية. بالضبط. طيب نحن نعرف أنه ولاية بدية يعني بها الكثير من الممارسات الرياضية، في سباق السيارات، حتى في الرمول مثلا، حتى مجموعة من شباب عمان من مختلف ولايات السلطنة يذهبوا إلى بدية. كيف اشتغلتوا على أن تصل رسائلكم إلى الشباب بالتحديد، من فئة الشباب اللي أكثر من نسبة في تسبب في الحوادث المرورية؟ هو في الحقيقة لقد أصبح نشر مفهوم الثقافة المرورية في عصرنا الحديث الذي يطلق عليه عصر السرعة من المواضيع المهمة التي تفرض نفسها بقوة، وهي المفاهيم الأساسية للسلامة المرورية، فهي تساهم في تحقيق الأمن والسلام في المجتمع، خاصة وأن نلاحظ تزايد حوادث المرور التي تعد سببا رئيسيا في استنزاف الموارد البشرية والموارد المالية لما تسببه من قتل وإعاقة مستديمة للضحايا، وإلى جانب الخسائر المادية الفادحة. من هنا تظهر أهمية غرس المفاهيم الصحيحة وتعزيز الوعي المروري السليم لفلذات أكبادنا. نعم. طيب دكتور، الآن من خلال هذه الوحدة التي اقترحتيها، كيف بالإمكان أن تطبق، أن تعمم هذه الوحدة، أن تراعي حتى المستويات الفردية، أن تراعي المستويات التعليمية للطلاب، يعني بدءا من مراحل الأولى ثم الوسطى ثم حتى مرحلة الدبلوم التعليم العام مثلا؟ طبعا هي الوحدة الدراسية المقترحة أنا راعيت فيها أنها تكون موجهة لفئة عمرية اللي هي في الصف الحادي عشر أو الثاني عشر. جميل. يعني أي ما ترى المناهج أو القائمين بالمناهج وين توجه الوحدة، ولكن لن تختلف الفئات العمرية للصف الحادي عشر أو الثاني عشر. أيضا صيغة عدد من المعارف تتلائم مع المرحلة العمرية، قدمت مراحل تتفق مع الفترة الزمنية للتدريس، بحيث أن الحصة الدراسية بمدة 45 دقيقة، معارف وضعت للمعلم، أنا وضعت المعارف لكل حصة، وضعت الوسائل التعليمية، وضعت المحتوى المعرفي، وضعت الأهداف لكل حصة، وضعت أيضا بعض من الأفلام اللي خاصة بخطب سماحة الشيخ مفتي عام السلطنة ورأيه في الحوادث المرورية، وكيف ما هو رأي الدين في هذا النوع من الحوادث. وبالتالي أنا قسمت سلسلة من الوحدة في شكل عام، هي سلسلة من الدروس المتسلسلة، وبالتالي وضعت بحيث أنها تكون قابلة للتطبيق. وضعت المقترح ووضعت آلية التعامل معه والتعاطي معه من قبل المعلم، بحيث أن حتى المحتوى المعرفي للمعلم أنا وضعته من اطلاعي على قانون المرور العماني. جميل. احنا نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، ونبارك لكم من جديد إن شاء الله، وتستمر
هذه الروح الجميلة لديكم حتى تستمروا في تحقيق هذه الإنجازات على مستوى مفهوم السلام المروري. نشكركم على وجودكم معنا. الأستاذ ناصر بن سالم اليحمدي ممثل ولاية بدية الحاصلة على المركز الأول في مسابقة السلام المرورية، شكرا جزيلا لك. أيضا شكرا لك الدكتورة فخرية بنت خلفان اليحيائية الحاصلة على المركز الأول في المبادرات الفردية، شكرا لك جزيلا يا دكتورة. أيضا شكرا لكم جزيل الشكر مشاهدينا على طيب متابعتكم لنا في حلقة اليوم من برنامجكم من عمان. نتمنى إن شاء الله السلامة للجميع. تحية لكل الأحبة اللي تابعونا في حلقة اليوم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة يوم الغد من برنامجكم من عمان. تحية لكل من يحملون حبا كبيرا لعمان في قلوبهم ولا تسوى عيونهم رعاية وحبا لعمان في مختلف مواقع العمل والبناء. يوم الغد إن شاء الله ملتقى جديد من برنامجكم من عمان. إلى اللقاء.